من موسكو الآن ينضم إلينا سيرجي ماركوف، المستشار السابق للرئيس بوتين ومدير معهد الدراسات السياسية الروسية. سيد ماركوف، أهلا وسهلا بك. هل تتصور روسيا أن وتيرة الرد الأوكراني أو ما يعرف بالهجوم الأوكراني المضاد سيستمر على النحو الذي ينفذ به الآن، ببعض المناوشات أو بعض الهجمات المتقطعة في مناطق حيوية كما تظنها أوكرانيا؟ هذه الحرب سوف تستمر بالطبع، والجانب الأوكراني والقوات المسلحة الأوكرانية تهاجم عدد من الأهداف المختلفة على الأراضي الروسية، بما في ذلك شبه جزيرة القرم وجسر القرم. وثانيا، الأوكرانية تهاجم عددا من الأهداف المختلفة على الأراضي الأوكرانية أيضا. وفي نفس الوقت هناك كثير من الضغوط والهجوم الروسي ضد البنية التحتية العسكرية في المقام الأول. وروسيا ضربت بعض الأهداف في أوديسا. روسيا تعتقد أن هذه الأجزاء من الميناء تستخدم للاستعدادات والتجهيزات العسكرية من جانب دول حلف الناتو، وكذلك من جانب القوات المسلحة الأوكرانية. وثانيا، القوات المسلحة الأوكرانية تقتل الكثير من المدنيين، وهذا أمر معتاد بالنسبة لهم. لابد أن يكون هناك إجراءات مضادة متخذة في هذا الشأن. لا يوجد هناك أي أهداف عسكرية في هذه المناطق المدنية المستهدفة. هناك فقط بعض الشعوب المدنية التي تقطن في تلك الأماكن التي استهدفتها أوكرانيا، وهذا أيضا يتعلق بجسر القرم. جسر القرم يحتوي بعض طرق سكة الحديد التي تستخدم من جانب القوات المسلحة، ولها بعض الطرق الصالحة لسير المركبات العسكرية التي تستخدم لأغراض معينة. والقوات المسلحة الأوكرانية استهدفت هذا الجسر من كلا الجانبين ومن كلا الضفتين، سواء كان للاستخدام العسكري أو المدني، وقتلوا أيضا الكثير من المدنيين. فبالتالي قتل المدنيين واضحا تماما، وهو توجه سياسي للنظام الأوكراني، لأن هذا النظام يعتقد أنه ينتهج، وهذا أمر واضح أنه ينتهج توجه إرهابي وينكر كافة المبادئ المتعلقة بالمجتمع الدولي. وهذه الأعمال الإرهابية أيضا تدعمها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. لكن سيد ماركوف، هل تتصور روسيا أن ما يسمى بالهجوم الأوكراني المضاد سيستمر بهذا الشكل، بهذه الموجات المتقطعة، ولا قد يتحول ويأخذ منحا أكثر شمولية تجاه الأهداف الروسية؟ لا أعتقد أنه سوف يأخذ منحى شمولي. هناك كثير من التكتيكات المتغيرة في الجانب الأوكراني. في المرحلة الأولى استخدموا الأسلحة المقدمة من الغرب، الدبابات وغيرها من المعدات والآليات، وبعد ذلك القوات المسلحة الروسية أحدثت الكثير من الخسائر في صفوفهم ودمرت الكثير من إعداداتهم ودباباتهم، بما في ذلك منظومات البرادلي. وبعد ذلك الجيش الأوكراني بدأ تكتيكات جديدة من خلال إرسال القوات في ميدان المعركة ويلقوا حتفهم في ميدان المعركة. ونحن نعتقد أن هذه الهجمة المضادة الأوكرانية سوف تستمر بمرحلة جديدة تأخذ شهرا، وبعد ذلك الجيش الروسي سوف يبدأ هجمته المضادة الخاصة به، وبالتالي تتكرر هذه العمليات، وبالتالي يمكن تحقيق تحرير الأراضي الروسية على أوكرانيا. على سبيل المثال ميكولايف وخاركيف وزيبروجيا وغيرها من المناطق. فبالتالي أعتقد أن الهجمة المضادة الروسية سوف تبدأ بعد شهر من الآن. والآن هناك بعض الإعدادات في منطقة خاركيف، ونحن نتوقع أن الهجمة المضادة الروسية سوف تكون أكثر كثافة وتركيزا.